بأولى محطاتنا الصباحية نرمين رح نحكي عن سن المراهقة يلي بيعتبر من أهم المراحل العمرية الصعبة والحساسة يلي لازم نهتم فيها بشكل خاص نظراً للتغيرات الجسدية والعقلية يلي بمروا فيها الشباب. وهون نرمين بيجي دور الأهل المهم لتكوين شخصية الطفل ومساعدته على تجاوز هاي الحالة بشكل طبيعي. وهون أيضاً كمان نرمين بتحسي بتزيد الأوامر، بتزيد النصائح المباشرة من الأهل للأطفال، وهذا الشيء ممكن يأثر سلباً على المراهق. صحيح، قديش هي الفترة حساسة اليوم بالنسبة للشاب أو الصبية، وقديش كمان على الأهل صعبة. يعني صحيح، فترة المراهقة هي عن جد فترة مفصلية ممكن الواحد يرتكب فيها أخطاء يندم عليها لا سمح الله طول العمر. ممكن تكون فترة إيجابية، ممكن صحيح تكون إيجابية، مع أنه لما نحكي عن المراهقة دائما في طابع سلبي عند الأهل وعند المحيط. سلبي أكثر ممكن من الإيجابي. صحيح. لهيك بفقرتنا الحالية اليوم رح نحكي كيف ممكن نتعامل مع المراهق وشو أهم النصائح اللي ممكن أن أقدمها وكثير من التفاصيل مع استشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب. يسعد صباحك. يسعد صباحك رينا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية نحن عم نحكي عن موضوع كثير حساس وحرج، نحن كيف بدنا نتعامل مع أحد المراهقين موجودين بأي أسرة اليوم؟ خلينا بالبداية نعرف مفهوم المراهقة. يسعد صباحكم. المراهقة هو الفاصل بين الكبر والصغر، يلي نحن هون منضيع انه نحن فورا بدنا الاطفال بهذا العمر هن يعتبروا اكثر مائلين للطفولة اكثر ما هن مائلين للكبار او للرجال او للسيدات، لانهم هن عم ينتقلوا من مرحلة اللامبالاة لمرحلة التكليف، صار يتكلفوا باشياء يعملوها على اساس انه هن كبروا، هن صاروا انضج، هن صاروا اكثر وعيا، اكثر ادراكا. هي نحن ما بنعرف انه هاي الفتره اللي بين الحدين هي اكثر فتره بيكون فيها تشتت، بالعكس بيكون فيها قله تركيز، بيكون فيها اكثر اثاره واكثر نضج بالاشياء اللي عم بتصير بفيزيولوجيه جسدهم، انه في شيء عم بيتغير، صوتهم ممكن يخشن، تصرفاتهم ممكن يحسوا انه بلشت تميل اكثر للعصبيه، اكثر للتمرد، اكثر للتنمر، ما عاد عم يرضوا بالواقع، عم بيحاولوا شوي يكونوا مائلين للكبار، لكن هن بالاصل ما هن كبار، بنجي نحن هون بنفرض عاد السيطره عليهم. مشان هيك سن المراهقه عند الاهالي كله بفكروا انه هو سن كثير صعب، هو بالعكس هو سن كثير حلو ومحبب اذا نحن عرفنا نتعامل معه، نحن قدرنا نهيئ له الاسباب والظروف والمكان والبيئه الحاضنه لحتى هو يربى هذا الطفل او هذه الانثى ضمن مسار وخطوات مدروسة. نحن دائما بنحكي مع الأهالي نحن بس نجيب بيبي صغير بنجهز له الببروني، بنجهز له البامبرز تبعه، الأشياء السلبية، ممكن يبكي، ممكن ينام ما ينام، ممكن يمرض، فنحن متلقينا عم نهيئ للطفل الأشياء السلبية قبل الأشياء الإيجابية. بنوصل لعمر المراهقة هي نفس الولادة، ولادة جديدة بحياة الشخص، لكن نحن ما بنكون مهيئين لشيء، فجأة بدنا إياهم هن اللي يهيئوا وهن اللي ينفذوا، ونحن بنكون خارج نطاق الدائرة تبعهم، فبصير نلقي عليهم ممكن أوامر، بنصير شوي نتمثل بالمجتمع والعادات والتقاليد، بنفوت لهم فورا سلطة الأمر، بنفوت لهم فورا سلطة بصير وما بصير، هون بصير عاد الحد الفاصل بين الأهل وبين هذا السن الحرج. رينا، نحن حكينا ببداية الفقرة أنه في عندنا نوعين من التغييرات الجسمية والنفسية، خلينا نبلش بالجسمية بعدين ننتقل للنفسية. في حالة يمكن من التعاطي الخاطئ بتصور بيكون مع الأهالي بالنسبة مثلا نحكي مع الشاب في تغييرات جسمية بتصير، بيخشن صوته، بيطلع له شوارب، فبتبلش حالة الاستهزاء لما مثلا هو يفرض شيء معين، فبتلاقي في استهزاء انه اذا طلع لك شوارب صرت مفكر حالك رجال، او اذا خشن صوتك. كمان نفس الشيء الانثى بتصير بهي الفترة بتحب تهتم بجمالها أكثر، بتحب تقلد أمها، كمان هذا الشيء يمكن بنشوفه وعم يلاقي صد كثير من قبل الأمهات. برأيك كيف اليوم الأهالي ممكن يتعاملوا مع هالتغييرين أو التغيير الجسمي بالنسبة للذكر والأنثى؟ أهم شيء نحن نراعي هذا التغيير، ونحن مثل ما حكينا نحط خطة مدروسة إنه نحن بهذا العمر في سن المراهقة طبعاً بيختلف من بيئة لبيئة ومن بلد لبلد نتيجة المجتمع ونتيجة العادات والتقاليد، وكان سن المراهقة يكون يبلش تقريباً بال 12 ل 18، حالياً عم يجي أبكر خصوصاً عند
الفتيات البنات الصغار عمي ممكن عم يصير عندهم هذا البلوغ المبكر بسبب طبيعه الاكل او الشرب او الجو العام. فنحن بدنا نكون مهيئين، هي الفكره انه الام والاب يكونوا مهيئين انه انا مثل ما انا مثل ما هذا الطفل كان بيبي وهيئت له الاشياء كثير الحلوه وكنت مستوعب الاشياء السلبيه قبل الايجابيه لهذا البيبي وكنت مجهز له كل شيء بده اياه هو كحضانه وكاكله وكمشربه وكسهر بالليل واي شيء كان بيحتاجه انا كنت عم امن له اياه وانا رضيان لانه هو بوعينا انه هو كان هذا الطفل البيبي ما انه مدرك. نفس الفكره بدي استوعب انا كأم وأب انه هذا الطفل مجرد ما انتقل من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه صار في عنده تكليف جسدي وتكليف عقلي من روحه قبل الاخرين، يعني هو عم ينضغط نفسيا، هو فجاه بوقف على المرايه بيلاقي فيه مثلا تغيرت ملامحه الانثى تغير في شيء، تغيرت عواطفهم، صار عندهم مشاعر هن مش عارفانينا، هي مشاعر شفافه وحلوه لكن هن مو فهمانينا ونحن ما عندنا طبعا بثقافتنا العامه ما عندنا ثقافه الحديث عن المشاعر اللي بتكون ممكن بهذا العمر، كيف احنا لازم نهيئ الطفل مشان ما يغلط، كيف احنا لازم ننمي هذا الشعور بمحبه بوعي مشان ما يلحق الاصدقاء ويلحق الغير ويصير في اشياء سلبيه من تدخين او اشياء اخرى مثل ممكن سرقات، ممكن تنمر، ممكن الاشياء الصفات السلبيه كلها بتصدف بعمر المراهقه للطفل، مو لانه هو سن حرج، لا، لانه نحن ما لنا مهيئين هاي الطفل، لا نحن ما عم نعطيه من وقتنا اكثر ونحن ما عم نحاول نكون فاصلين انه هذا السن هو اللي بده يخلق منه هذا الطفل شخصيه بناءه بالمجتمع. مثل ما حكيتي حضرتك ممكن يرتكب غلط الطفل بهذا العمر اذا الاهل ما كانوا والمجتمع ما كان حاضنه يتاثر عليه سلبا طول العمر، وممكن يربى بمواهب وبينمي فطره عنده تضل معه كمان لطول العمر، ممكن يربى بجو اسري كثير حلو وكثير في احترام، واهم شيء الاحترام لانه بهذا العمر بصيروا بفرضوا عليكي انك تحترميهم، تحترمي آرائهم، تحترمي شخصيتهم، تحترمي خصوصيتهم، تحترمي مشاعرهم، تحترمي شكلهم، فنحن شوي منميل أكثر للفكاهة ممكن إنه بنمزح معهم طلع لك شوارب، حسيت حالك كبرت، لا ما بصير، هي الفكرة بنبرة الصوت، إذا أنا بقدر أتقبل طفلي بأي تصرف بهذا العمر، بتصرف ولكن بنبرة فيها ألفة، فيها حب، فيها حنان، رح يتقبلها مني، تمام، رح يتقبلها مني أكثر ما أنا أحكيها بإيماء تكون عم تعطيه مصدر غضب، وبهذا العمر كثير بينثار غضب الطفل او الفتاه يعني باي مثير خارجي بيفرض عليهم رايهم. يعني فينا نقول انه الطفل المراهق هو مو بس طفل متمرد، ممكن يكون عصبي، مكتئب، ممكن يؤدي للانتحار ببعض الاوقات، نحن اليوم كيف بنقدر نتعامل مع كل شخصيه من هاي المواصفات؟ بدنا نعرف الاحتياجات اللي بتحتاجها هاي المرحله العمريه من حياه اي شخص فينا، وبدنا نعرف الاحتياجات يلي العلماء حطوها واللي كانت مدروسه وعملوا عليها تجارب لحتى اثبتوا فعاليتها. انا كثير بمشي مع احتياجات ماسلو، الهرم ماسلو للاحتياجات بهاي السن، انه اول شغله الحب، لازم انت تامنين الحب والحنان، لازم دائما ضروري الام تعطيه حضن، تعطيه او الاب او اي حدا من افراد الاسره المسؤول دائما يحسسه بالحب، يحسسه انه انت منينا، انت حتى لو كبرت انت معنا، انت نحن رح نحترم رايك لانه نحن بنحب نحترم رايك، مو لانه انت لازم تحترم راينا. هي الفكره بتصير انه نحن مثل ما نحن عم نحترمك، مثل ما نحن عم نقدم لك، مثل ما نحن عم نعطيك، انت لازم تعطينا. هون بتصير المقايضه، ما بصير ابدا يكون في مقايضه بالاسره، مو لانه انا عم قدم له الاشياء اللي واجب انا كاهل اقدم لهم اياها من احتياجات فيزيولوجيه كماكل او مشرب او مسكن او ملبس، اجي اطلب منه انه هو يقدم لي شيء مقابل، مو لانه انا عم قدم له حب وحنان ومقعدته عندي بالبيت لنفترض، او انت عايش معنا بدي اطلب منه انه هو يحترمنا، لا، انا بدي اعلمه انه الاحترام هو معاش بين الطرفين، انا بحترمك لانك انت محترم، انا بحبك لانك انت بتنحب، انا مع كل عصبيتك بهاي الفتره او كل عصبيه البنت بهاي الفتره العمريه لازم نحن نتقبلهم ونقول انه هاي العصبيه هي دليل لتغيرات عم بتصير جواتهم عم تخربط لهم كيانهم، لكن هني ما عم يستوعبوها، ما اسكرها قدامهم، ما ضلني الفظ قدامهم انت صرت عصبي، نحن للاسف
انت كبرتوا من ايد سلبيات الشخص. تمام، مجرد ما نحن هو ما بيكون منتبه، هو بالاصل مو منتبه هو شو عم يتصرف، لانه في شيء دافع من جوا عم بخليه يتصرف طريقه ممكن اكثر غضب او اكثر عصبيه، لانه هو مش فهمان، هو مش فهمان شو هالتغيير اللي عم بصير بدماغه او بجسمه او بحياته الاجتماعيه او بطريقه تفكيره. فنحن بنجي منثني على الاشياء اللي نحن رافضينا، نحن دائما بنخبرهم الاشياء اللي انا ما بحبها تكون ببنتي او بابني ما اذكرها قدامه، انا ما حبيت عصبيته ما اقول له عصبي، انا ما حبيت كذبه ما اقول له كذاب، انا ما حبيت سلوك معين كان عم يتصرفه ما مو معاجبني، بغض النظر عن اذا كان بيعجب المحيط او ما بيعجبه، ما فني، انا دائما بدي اعطيه امن واتمان، انا بدي احسسه انه انت بامان معي وهذا المنزل هو ائتمان لإلك، ما اطرده من برا البيت اذا عمل تصرف غلط. في اهالي بتوصل لمرحله مع حق، نحن اكيد مو ضد الاهالي، نتيجه الضغوطات صحيح، نتيجه المحيط الخارجي والكلام والناس، تيجي كل حدا بيعطيكي ما شاء الله مشوره وكل حدا بصير بيعطيكي نصيحه، فانت بتضيعي، حتى بتضيعي بتصيري ما عاد قدراني ترضي الطرف الاخر من بيت الجد او الاخوال او العموم او الجيران او المحيط الخارجي، وبنفس الوقت مو قدراني ترضي اللي جوا الاسره يلي هو الاب او الابن، خصوصا اذا كان كثير بتختلف ترباية الطفل الشاب بس يكبر ويصير رجل عن ترباية البنوتة بس تصير فتاة أو سيدة، بدهم احتضان بطريقة كثير مثالية، يعني الأم تحتضن البنت بطريقة لأنها بتفهم مشاعرها، بتقدر أسلوب حكيها، دائما بتعطيها من حنانها، ونفس الشيء الأب بده يكون رجل بكل معنى الكلمة مع ابنه المراهق، لأنه هون هو بيربى الطفل مع رجولة ماكنة، مع شخصية مستقلة، يعرف شو بده شو مخبي له يلي ورا هذا الجدار، اذا طلع على محيط قدر يتواصل مع الناس الخارجيين ما يوقع بمطبات تكون ما انا مدروسه او ما انا مشروحه لإله. رينا يعني خلال حديثك كنت عم تحكي مثل كانه في فروق اليوم بالتربيه بين الذكر والانثى، خلينا نوضحهم اكثر، ونتيجه الحرب يلي مرت على سوريا للاسف في كثير بيوت سوريه الاب مانه موجود او الام مانه موجوده، فالتعامل مع الذكر والانثى عم يكون من طرف واحد، كمان خلينا نحكي شو اهم النقاط اليوم اللي لازم نركز عليها بهي الفتره لحتى نقدر يعني نخلي اطفالنا يعيشوا ببيئه مراهقه او فتره المراهقه بطريقه صحيه. الاطفال اللي فاقدين احدى الوالدين هم اطفال بالاصل قدروا يتحملوا المسؤوليه، اطفالنا كثير مبدعين، اطفالنا عندهم شغف وقدرانين يكونوا اكثر منا واقعيه بهذا المجتمع، لكن نحن اللي بنحد، نحن اللي بنضلنا خايفين، نحن اللي بنفرض عليهم علينا عليهم سيطره او سلطه من خوفنا من المجتمع، فهون بصير في الحرب. طالما انا قدراني عيش مع اطفالي بغض النظر هذا الطفل كان، طبعا في فروق فرديه اكيد اذا كانت انثى او كان ذكر، لانه انت الام بتعلم البنت اشياء فيها انوثه، قد ما كانت هاي الام صلبه في اشياء ما بتجي ببالها، في اشياء ممكن ما تنتبه لها الا اذا درستها او قرتها، وصار النت وصارت التكنولوجيا مفتوحه للكل، اي حدا بيقدر يفوت ويعرف كيف بده يتعامل مع احدى الطرفين بغض النظر كان اب او ام، حتى طريقة شغلنا وعدد خروجنا عدد ساعات طويلة من نهار برات البيت، فعم بتكون أحيانا الترباية مقتصرة على حدا، ممكن العمة ممكن الخالة ممكن بيت الجد، وعم بتكون نتائج كتير حلوة لأنه عم بيكون في استراتيجيات وخطوات فيها محبة. أنا بقول لهم دائما الحوار والاحترام والمحبة لأي عمر ليصير هذا هاي التسلسل العمري ليوصل للعمر للسيستم ال 24 ويصير ناضج وقدران يتخذ هو قرار، لازم يكونوا هدول مثل المثلث، هو الاحترام والحب والائتمان، انت تحسسيهم بالامان، تحسسيهم انك انت بتحبيهم، عم تدعميهم على اغلاطهم اكثر من نجاحهم، خصوصا بهاي الفتره، ما عم بيجي كل يوم وثاني بقول لهم انتوا عملتوا، الشيء يلي بقدر حله بده يصير فيه مشاكل، بده يصير فيه شويه يعني بتحسي شوي باحيانا انت واقعه بمشكله مو عارفانه كيف بدك تحليها. في مجتمع اكيد له ضريبه، في عادات وتقاليد، نحن اذا ما احترمنا عاداتنا وتقاليدنا المجتمع ما رح يحترم هذا الجيل اللي طالع، يعني نحن بدنا نعلمه، هن فورا بيتدمروا، اول شيء بيتدمروا منه المجتمع والعادات والتقاليد، وبحسونا متخلفين وبحسوا اهاليهم دائما هن رافعين عليهم السيف بس بهاي المرحله العمريه، فانا ما فيني اجي معهم وايدهم واجي احكي على المجتمع او احكي اقول لهم ايه تمام طريقتكم صحيحه، لا انا بدي دائما حاورهم واقول لهم خلينا طيب نتقبل الاشياء يلي مو منيحه،
مشان تجينا الاشياء المنيحه. دائما علمهم انه نحن لازم نتقبل وضروري نتقبل اي شيء بنشوفه بالمجتمع، لانه هذا المحيط هو محيطنا، نحن ما فينا نطلع منه، واذا نحن طلعنا منه هو ما بيرضى يطالعنا الا بالذم او بالتنمر. فنحن لحتى نكون عايشين بطريقه ايجابيه نحن والمجتمع وفي تبادل ايجابي بيني وبينهم، بحترمهم، بحترم عاداتهم وتقاليدهم، بحترم الاشياء اللي موجوده خارج البيت مع احترامي لذاتي وتقبلي للاشياء، وبعمل الاشياء اللي بقدر ترضي الطرفين. طبعا بدك نقاش وبدك حوار وبدك مرحله يعني كثير حرجه لإلهم وكثير حرجه للام والاب، لانه بدك وقت طويل لانت تشرحي لهم، لوقت طويل انت تعطي من وقتك. قد الطفل بحاجه للام والاب وهو صغير، كثير المراهقين بحاجه للام والاب وهن بهذا العمر. تتفاجئي انه احيانا الامهات بتقول لك لا ما بنحتضنهم، ما بنقبلهم، انه كبروا. طب واذا كبروا؟ بالعكس الحضن ضروري بهذا العمر، لانه في رغبات، في احتياجات هن مو عارفين يفسروها بلا ما ينقادوا لاشياء سلبيه اخرى، لانه هن ما عم يشوفوا الحب والحنان بهذا الوضع الاسري، بلا ما ينقادوا لرفقات السوء اللي تعلمهم ممكن التدخين، واكثر شيء هذا اللي عم نعاني منه بهذا، لانه ضغط خلينا ندخن، ضغط خلينا نأرجل. شوفي مع احترامي للي بدخنوا واللي بأرجله، بس مو بعمر صغير، يعني نحاول قدر ما فينا مو نمنعهم، لانه ما فيك تمنعي، بالعكس كل ما منعتي كل ما صار هذا الشيء يصير. كيف ممكن نتعامل مع فقره خلينا نحكي التدخين، لانه هي مشكله عامه عند الكل؟ اكيد تمام. نحن كاخصائيين تربويين وانا كأم اول شيء ما بقدر افرض سلطه ابدا على سن مراهقه، بدي اذا كنت انا مدخنه وكان الاب مؤرجل عم بيأرجله او احد الطرفين مستخدم هاي الظاهره، فانا ما فيني فورا فوت عليه بطريقه السلطه او طريقه التهديد. بدي احاول فهمه، بدي احاول امشي معه بخطوات لسات حلو لكن صغير، حلو بس بعدك بكير، ممكن تاذي لك ذكائك، ممكن بلش نمي عنده الاشياء الحلوه فيه، ممكن تنزع لك بشرتك اذا بنوته، ممكن تحد لك من جمالك، ممكن يقتنع وقتها. تمام. هذا اذا بالاصل كان في حوار بين الطرفين بين الاهل والولد، كان في محبه عن جد، وهي المحبه مو اجت بيوم وليله، لانه صار يأرجل دبت الحنيه والمحبه وصار في كثير حضن وحب، لا رح يحس انه لا، بصير بالعكس، بصير بيعمل دائما الاشياء اللي بتزعجهم لانه هو مفتقد الحنان. بالاصل اذا كان في حنان، كان في محبه وحوار ويعني نقاش، ممكن ممكن مش اكيد، لكن ممكن انه الطفل يحاول شوي ياخر هذا الشيء. خلينا نحكي اكثر، اليوم بنلاحظ انه الطفل المراهق بفضل الرفقه، تلاقيه بياخذ نصيحتهم، بياخذ رايهم بكثير من الامور، هل هذا الشيء صحيح رغم انه يعني الاهل هنون الادرى بمصلحه اولادهم؟ شو برايك؟ بهذا العمر بدنا نحترم رايه، لانه الرفيق بهذا العمر كثير بيكون قريب لهم، محبب لهم، لانه نفس التفكير، نفس الوعي، نفس الاحتياجات، نفس المشاعر عم بحسوها، فبصير في هذا التبادل بيناتهم. فانا طالما انا عارفاني مين هذول هن الرفقات، قدراني اتدخل اذا كان في غلط، قدراني وجه سلوكهم اثنيناتهم واكسبهم اثنيناتهم، فبيكون كثير حلو انه ازرع انا رفيق لابني بهذا العمر، لانه رح يضل معه طول العمر. وبنفس الوقت ونفس الشيء اذا كانت بنوته، رفقه البنوته، البنوته بتحب النغاشه، بتحب الاشياء اللي لها علاقه ممكن بالمكياج وبالازياء واللبس، تمام، فكثير حلو يكون عندها رفيقه كمان عندها هاي الرفيقه اهل قدرانين انك انت والاهل تتواصلي، خصوصا اذا بنوته تكون عندك صله وصل مع الام قبل ما تكون بنتك مع رفيقتها، هيك بتكوني انت عارفاني كيف بدهم تعملي خطه انت وياهم، وهن كثير بتقبلوا من بعضهم، يعني انت بتصيري بتزتي الاشياء اللي انت حابه تزرعيها عن طريق هاي الرفقه الحلوه بين بعضهم. لانه خلينا هيك نعطي امثله او جمل اليوم توكيديه ايجابيه برايك لازم الاهل دائما يقولوها للمراهقين، سواء بتقبل مثلا التغيرات الجسميه اللي عم بتصير او حتى النفسيه او متطلباتهم، يعني عبارات تكون على ارض الواقع يقدروا يحكوها ويرددوها. كثير حلو نبلش نحن نعلمهم اصلا يعملوا توكيدات ايجابيه بحياتهم، ابدا ما نتدمر، ابدا ما نحكي اشياء سلبيه، ابدا ما نحسسهم بالفروقات الجسديه اللي عم بتصير معهم انه هي ممكن مائله للسخريه، ابدا، بالعكس انت عم تكبر، انت عم تحلى، انت جميل، انت مبدع، انت نشيط، دائما حتى بالاشياء السلبيه لنفترض هن عم بيمشوا باي بدهم يغلطوا،
ما في حدا ما بيغلط، بدهم يجربوا، ما هن ليتعلموا النجاح وليتعلموا التميز، بدهم يغلطوا. لكن انا فكرتي انا وين بدي اكون كأم وأب باللحظه اللي هن عم يغلطوا فيها؟ فورا بدي اعرف وين المشكله، ما احكي ابدا بالمشكله. واهم شيء ما نضلنا نعيد ونحكي بالمشكله بعد ما تنحل المشكله. في مراهقه بتضل من الست شهور للسنة، هاي المراهقة اللي المحيط تبعها بيكون كتير واعي، بتحسي بتنتهي المشاكل، بتبدأ المراهقة بصير فيها مشاكلها وخصوصيتها وبتنتهي وخلصنا. في مراهقة بتبلش وبتضلها 15-20 سنة، بتحسي جيل مو قدران يتوازن، أشخاص مش قدران يتخذ قرار بسبب أنه أنت ما عم تعلميهم توكيدات إيجابية ويحبوا ذاتهم قبل ما يحبوا الآخرين. طيب خلينا نحكي اكثر. اليوم بنلاقي يعني اغلب الاهالي بتبعوا اسلوب المقارنه، يعني بيقولوا لابنهم مثلا شوف ابن خالتك اشطر منك، مثلا بنت خالتك بتساعدني اكثر منك، يعني هل هذا الشيء صحيح ولا ممكن ياثر سلبا على اكيد بياثر كثير سلبا بهي المرحله العمريه، لانه في فروق فرديه من الصغر، فكيف بهذا العمر في البيئة المحيطة في البيئة الحاضنة بهذا العمر كثير بتأثر على الطفل. أنا أبدا ما لازم قارن، أنا لازم افتخر بهذا الطفل او بهاي الطفلة شو ما كانت صفاتهم، هني بالنهايه في بالفطره عندهم اشياء فيها موهبه فيها ابداع. انا بشوف انا الحق علي انا اذا انا كأم او اب او استشاري مو عارفان وين التميز عندهم وما قدرت نميه، فبكون الغلط مننا نحن كأهل. المقارنه ما بتصير بانه حدا اشطر من حدا، ولا المقارنه بتصير حدا اطول من حدا. صحيح. ولا المقارنه بتصير حدا افهم من حدا، لا، هي البيئة الحاضنة اللي بتزرع هاي الأشياء كلها للطفل وبتخليه يمشي بمسار صحيح ليطلع شخصية كتير حلوة بالمستقبل، قدران يتوازن وقدران يتخذ قراراته، لأنه سن المراهقة هي الخطوة الأولى باتخاذ قرار أي قرار بخص الطفل للمستقبل. أكيد. لأن حكينا عن كتير نقط اليوم، كيف نحن ممكن نحفز المراهقة، كيف نحن نتقبل هاي التغييرات الجسمية والنفسية، وذكرتي نقطة كتير مهمة، المحيط بهذا المراهق، قديش الأهل ممكن عم يرتكبوا بعض الأخطاء. مثلا بنلاقي على سبيل المثال المراهق أو المراهقة ارتكبوا خطأ، الأم بتحكي تليفون الصباحي مع الأخت، فترجع بتعيد هاي الأساس. بالجمعات العائلية بيرجعوا مثلا بيأكدوا على أغلاط معينة ممكن يرتكبها المراهق. خلينا نقدم بالخيك يعني قبل ما نختم معك نصائح كيف ممكن نحن نتعامل مع المراهق والمراهقة بهي الفترة. بدنا نعرف أنه هاي المرحلة هي مرحلة تكليف، تكليف للعقل الواعي عند هذا الجسد قبل ما يكون تكليف للجسد. وبدنا نعرف أنه في أشياء نحن بدنا نكلفهم فيها تكون ضمن المعقول، ضمن النطاق يلي ما قل بين الطفولة وبين الكبر. ابدا ما بدنا نحسسهم انه هن كبروا وهن صار عندهم مسؤوليات بهذا العمر، ابدا ما لازم افرض عليهم مسؤوليات ولا افرض عليهم قيود ولا افرض عليهم اشياء ما بيرغبوها. احترم رايهم دائما واحترم المجتمع واحترم الاشياء يلي بتوفق بيناتهم كطرفين، ودائما نكون على وعي ودرايه باي شيء ممكن يعملوه ويقظه 24 ساعه عليهم لحتى احميهم. شكرا كثير لك رينا ايوب استشاريه الطفوله المبكره على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك رينا.